السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ أهلا وسهلا بكم بالحلقة الثانية من لعبة الحياة الواقعية. طبعا بالحلقة السابقة صرنا شرطة وشفنا المدينة وسجننا ناس، ولهذا السبب لأن أنا كنت شرطي مطبق القانون رفعوا رتبتي، صرت من عريف إلى رئيس رقباء، تخيل. بالحلقة السابقة إذا تتذكرون إجا واحد ضربني وضرب صديقي العريف. عموما هذا الشخص اللي ضربني قال لي اني من عصابة الويست سايد. انا صديقي عضو في عصابة ويست سايد، فاني قدمت بلاغ للشرطة وانطيتهم مواصفاته وقلت لهم هذا لازم اجيبه. فاللي راح يصير بهاي الحلقة راح نبحث على هذا المجرم، وتعالوا خلينا نشوف الفيديو. راح نطلع الحين راح نطلع مدرعات، اوكي، راح انت تصير ماسك العمليه، قائد العمليه، وحنا المشرفين عليكم. اني ايه انت، وحنا راح نجهز لك كل شيء وراح نمشيكم في الاماكن، بعدين اخر شيء راح نتوجه للمناطق المشبوهه اللي يصير فيها المجرمين. كيفك يا سياده الرئيس؟ مية مية جاهز، بس ما هلا ما كونا خطة يعني. استرعوا شباب، اليوم احنا طالعين عملية، اريدكم اقوياء، تمام؟ لانه هاي العملية ممكن نواجه بيها ناس خطيرين. انا وسيادة الرئيس صديقي، مثل ما تعرفون طبعا سابقا كنا سيادة العريف، بس اتطورنا لان احنا ناس مجتهدين بالعمل، تمام؟ صح كلامك يا سيادة الرئيس، احنا تعبنا حتى وصلنا لهاي المرحلة، فاريدكم انتو هم تتعبون وتاخذونا مثال اعلى. بيومين اترقينا، تمام؟ فما اريد اي غباوة منكم، تمام؟ ما اريد اي شنو؟ غباوة. احسنت. وقف يا عادل حبيبي، اصطف اصطف عادل اصطف. كفو 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 عليك، كفو عليك يا سيادة الرئيس. يا سيادة الرئيس، سيادة الرئيس اتهمينا، خلي عينك عليهم، ما يصير. عين عليهم، لا تخاف سيادة الرئيس، عين عليهم. عينك عليهم، ما يصير، لان دول بعدهم مستجدين، انت تعرف احنا قبل يومين كنا مثلهم مستجدين. على اضرب على روحك حبيبي، على الله. حبيبي ليش ادرب على روحي؟ ليش؟ شنو قصدك؟ صار خطف حلوين. شو؟ خذ لي سيارة فخمة فخمة على ذوقك. سيادة الرئيس في كلاس حلوة. جي كلاس؟ تعال تعال نصعد تعال نصعد. لا لا أنا أريد أسوق، أنا أريد أسوق. أنت سوق سيادة العريف، سيادة الرئيس أنت سوق، أنا ليك. أنا سوق، أنا سوق. تعال تعال صعد صفي، تعال. أركب. شباب أريد التزام بالخطة بلا زحمة. شو راكب السيارة جي كلاس سيادة الرئيس؟ سيادة العريف ما قاعد، العفو يا عريف، سيادة الرئيس، سيادة الرئيس ما قاعد أصدق روحي. من اللي يسوق السيارة؟ أنا اللي أسوق السيارة، أني عادي. إذا ما عندك مشكلة طبعا يعني سلمك السويتش. انزل انزل انزلوا انزل. ليش ليش شنو غيرت رايك؟ شنو يا باطل غير رايك يا سيادة الرئيس؟ لا 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 علاوي، تعال تعال علاوي حبيبي حبيبي، جايك جايك جايك. باع الهبة باع الهبة. شباب مدى اصدق انا راح اقودهم؟ مدى اصدق يا 2788 ليش واقف يا حبيبي؟ يلا شباب بالترتيب، ما نريد اي مخالفة. بالترتيب يا شباب. سيادة الرئيس شو الوضع عندك؟ سيادة الرئيس ما قاعد اصدق روحي، باشر عقبه صيران وياك رؤساء وزراء. صرنا هيبه خلاص، صرنا هيبه هيبه خلاص. بعد ما اسكت اسكت يسمعون، اسكت لي شحتونه. شباب لا حد يتحرك، شباب يا ريت التزام بالاوامر. سيادة الرئيس هاي اول مهمه نطلعها باللعبه. خلاص روح الوضع 100 100 سيادة الرئيس، ما اريدك تفشلنا سيادة الرئيس، نريد نترقى بعد هاي المهمه ارجوك. السلام عليكم. انزل انزل. نزلنا. اركبوا اركبوا. نركب؟ شنو ما ثقيت بقيادتي؟ اوكي. لا لا يلا جيمسي حلوه، جيمسي حلو. جاني الراتب 20,000 يا اخي، فتشي رفعوا راتبنا يا سياده الرئيس. اذا مسكنا المجرم انا وياك نتفاهم معاه لو سمحت. اي لان احنا عندنا ويا هذا المجرم ثار ثار في ثار قوي. روح خلي واحد سياره سياره تدخل محطه تعبي بنزين. ليش نزلت يا مجند؟ ارجع بنزين. ما يصير تنزل، ما يصير تنزل بدون اذن حبيبي، لا تخلينا نعصب بعدنا بدايه العمليه، ارجوك تراني رقيب عصبي، تمام؟ اصعد. شباب شباب على كيفكم، وحده وحده، ترى مو سبيل، على كيفكم. لو سمحت العبى بنزين يرد. يا سياده من دعمني؟ شوف حتى قمت تعرج صلخني. هاي شنو هاي؟ بعدني بدايه العمليه قمت تنزف. يلا شباب يلا اركب 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 يا 27 تمر. سياده الرئيس يسمعوا كلامك. شبالك سياده الرئيس طورنا. اي سياره تشوفوها قدامكم اضربوها وشكرا، خليهم يطفون الاصوات. ما في داخل الهيبه احلى سياده الرئيس، عشان يعرف العصابه. خافين يهزمون، خافين يهزمون سياده الرئيس. شفنا واحد ماكو سياره، ماكو سياره، سياره قدامنا شباب. هذا واحد، هذا واحد يطلقوا عليه، يطلقوا عليه، يطلق. عندنا واحد، واحد جريح، واحد جريح، اطلاق نار، واحد جريح، اثنين جريح. سيد وقع، سيد وقع. مدرعة واحدة توقف لي قدام، لا تقدم، تعال رجع صاحب المدرعة. المدرعة الثانية تم من هذا المكان، تمام؟ المدرعات لا حد يتحرك، تمام؟ تمام تمام. شلونك يا مسعف؟ عالجهم عالجهم، عالج هذول عالجهم. أي سيارة تشوفوها اطلقوا عليها، تمام؟ سيارة بجبل. البقية ياخذون كفر، البقية ياخذون كفر.
هاي الطياره تابعه لنا صح؟ الطياره تابعه لنا يلا الكل 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 يركب ويحرك يلا ورتاه ورتاه شباب احنا رايحين على واحد تتذكروا هذا اللي قتلنا اخ لو الزمه ثم قاعد تشوفون احنا متوجهين انا قمت اعطي اوامر شباب اتطورت اعطونا رتبه عاليه فتشي شباب اي سياره تشوفوها ارموا عليها شباب حضروا نفسكم راح نوصل للموقع تمام يلا شباب جاهزين راح نوصل هذا شنو هناك دي يزرعون مزرعه مال حشيش هاي يا شباب على كيفكم واحد واحد حاولوا توزعون على المنطقه تمام يا شباب نفسطنا المنطقه فاضيه ما كحد شنو المشكله وين الناس شباب المنطقه طلعت فارغه وين راح هذا لو اسمع اخ المدرع وقف 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 خلي المدرع بالعرض 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 فرها حاول تسد الشارع سده سده اي لازم نثبت حالنا اليوم بعمليه كثير قويه هاي قلت لك هاي العمليه ما اعوفها الا اجيب المجرم تمام خلي ضغرك بضغري هذا ظهر بظهرك شوف ايش تحب ايش تحب ايش تحب لا ما لا تعال خلينا نضبط عليهم شويه سياده الرئيس ترى وين سلطتنا ماكو سلطه شنو حبيبي استاذ امير شلونك شلون صحتك الحمد لله تحياتنا لك ولحضرتك الكريم اسليها قد مشكور حبيبي وياك رئيس الرقباء الجديد شباب سياره الشرطه من توقف تطفي صوت الشرطه تمام عموم جاهز سياره شباب يلا اي سياره تشوفوها طلقوا عليها سيارات الهجر مدرعات واحده على اليمين واحده على اليسار تمام الا مزيكا هنا عشنا انا ميت عند الالتا هذا شنو هذا هذا شنو هذا هذا شنو هذا الواقع واخيرا لزمنا هذا المجرم اللي ضربنا تعال جيبه تعال هذا هذا نفسه هذا سياده الرئيس لزمنا هذا اللي قتلنا انا وياك تتذكر سياده الرئيس عوفوني انا وياك انا وياك سياده الرئيس تعال 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 تتذكر نسيتني لو تتذكر انت وين بيا عصابه قلت لي بيا عصابه ما اعرف انت عن ايش تتكلم عفوا بيا عصابه من قتلتني ولوتتني بيا عصابه قلت لي مش عارف انت عن ايش ناسي غيرت ملابسك عبالك ما اعرفك انا اريدك اليوم ما هدك اليوم شوف هالعالم شوف جبت لك جيش كامل على مودك انا مواطن صالح وما عملت اي شيء غلط مواطن صالح للشرب يا شباب علي شاشر شبركب ركبه لو اظل لازمه قصدك اجبار دخول يلا دخل نجي معاك نحن عارف تعال ورا اكيد طبعا تعال ورا سياده الرئيس اطلع ما فينا كان لزمه يا عيال لزمناه هو هذا هو هذا قلبت اللعبه علي اجيبك من خشمك سياده الرئيس انا فرحان سياده الرئيس فرحه لا ما بعرف شو هي شعورها كيف بدي اشرح لك الشعور الفرحه يعطيكم العافيه يا شباب على الانجاز في تهمه ايش ماخذيني بس هسه تعرف ليش ماخذيك هسه انا بدي اعرف ايش التهمه اللي انا اي التهمه تعرفها على الجبل انت تتذكر الجبل لو ما تتذكر انت شو اسمك انت شو اسمك انا اسمي محمود الكردي محمود الكردي بيا عصابة قلت لي على الجبل انا صديقي عضو في عصابة ويست سايد اي عصابة ما اتذكر يا اخي انت ليش جالس ايش قال لي ايش قال لي يا سيادة الرئيس انا صديقي عضو في عصابة ويست سايد الجبل ما يذكرك بشيء يا شباب موجودين نعم سيدي موجودين تعال احب اعرفك على جماعتنا هذا سيادة العريف سابقا والآن سيادة الرئيس رئيس الرقباء مثلي تمام هذا اللي قتلته وقتلتني ولوتتنا هذا هو صحيح هذا هو ايه بصوته وبشحمه وبلحمه طيب عمل له اكبار دخول للسيارة والحين محكمة لعيونك ابشر جايك. اطلع يا سيادة الرئيس يلا يلا طلعوا وهسه راح نحاكم الاخ هذا محاكمة عسكرية بحتة حماس تقتلني كاني انا سياده العريف سابقا واليوم سياده رئيس الرقباء سياده الرئيس وترى كان مسوي لنا كمين تتذكر نحن كنا رايحين لعنده بالتفاهم بالحنيه لا احنا ما رحنا عليه انت ما قاعد تفتهم الفكره احنا كنا نطارد واحد تمام صح مستدرجنا ومودينا اليه تمام صح هو كان خاتل على الجبل ما اعرف ايش عنده على الجبل شو يسوي ما ادري حيوان بري انت ما اعرف قامك بيتجه اليسار ثم اليمين سيادة القائد جي بي اس شايل يعني انعطف يمينا شايف هاي بالجي بي اس انعطف يسارا من كثر ما خدمنا في المدينة وحملنا المدينة عرفنا كل شيء في المدينة الله يعطيك العافية سيادة القائد يعرفها عمود يعرفها وهسه وصلنا للمحكمة وراح نحاكم هذا المجرم طبعا صحيح اللي يحب يلتقي بينا ويلعب جي تي اي خلي يدخل السيرفر عربي بيور اقدر اشوفك وتشوفني تلقون رابط الديسكورد بالوصف والادارة الموجودين بي كلش محترمين وهسه خلي نكمل الفيديو داخل المقر عدي شيك على السيارات العموم مقفول
والآن مع اللحظة الحاسمة راح نحاكم المجرم. سيادة الرئيس وراي، خليك وراي. سيادة الرئيس معك أنا، لا تخاف. خليك بظهري، احنا اتفقنا كل واحد بظهر بعض. ضغرك بظغري، ضغرك بظغري ولا يهمك. نسوي صفقة الحين، شو رأيك؟ صفقة شنو؟ 1 مليار بس طلعنا. نزع للشباب يا زيد. رشوة. لا بقش. رشوة. رشوة. شوف حبيبي، اني لو تطين مليارات ما ابي هذا البلد. كمان يرشيكم. نعم يا سيادة القائد. مليار. كم مليار؟ مليار. يقول اعطيك مليار. هذا الرجال لا تتقدر بكنوز الدنيا. هذا الرجال احنا نفدي ارواح للوطن. تفضل معاي وامسك المتهم بيدك يا ابو شو اسمك. امسك 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 المتهم. امسك المتهم. تبعني علي، عندك المحاكمة يا علي، عندك. انا حاكمي على قصدك. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم شباب القينا القبض على مجرم مثل ما تعرفون منتم العصابة. القصة اللي صارت انه انا وسيادة الرئيس كنا منطلقين قاعد نطارد شخص، وهذا الشخص طلع مستدرجنا الى هذا المتهم، وهذا المتهم كان واقفنا على الجبل. اول ما وصلنا على الجبل غدر بينا ولوتنا. مو يا متهم؟ لا ما اعرف انت عن ايش تتكلم، بس انا عندي تصوير. انت يمكن مشبه علي وعلى صوتي. وتهمة ثانية طبعا، راد يعطينا رشوة قبل شوية مليار دولار. لو شو تقول يا سيادة القائد؟ تسجل عليه؟ سجل عليه، ده غير ان احنا مسكناه متلبس يزرع مخدرات. عد هو سوابق الشخص هذا. صحيح صحيح، مليان مليان تهم. طيب احنا قبل لنحكم عليك، اذا نسألك بعض الاسئلة اذا جاوبتنا عليها ممكن نخفف عليك الحكم، تمام؟ انت ذكرت اسم عصابة انت منتمي الها، شنو هي؟ انا شوف، اذا بدي اعترف عندي شروط، وهذه الشروط لازم تطبق. ما عندك شروط، انت متهم ما عنده اي شروط. أنا خلاص اتخذ اجراءاتك وشوف لي. انا عندي معلومات سريه وخطيره جدا، وانت حر يعني، بالنهايه انت اللي راح تخسر مو انا. شنو اللي يثبت هالمعلومات راح تطلع صحيحه؟ بس تعرفها راح تكتشف لحالك انها صحيحه. يا مجرم، طيب تم توجيه اليك الاتهامات وتم رصدك وانت تزرع المخدرات بعد اللجوء الى المباحث وسجلات الدوله، هل تحب تقول شيء في الاتهامات الموجهه اليك؟ انا بريء من كل الاتهامات اللي توجهت لي. انت تنفي زي ما تنفي، لكن كده كده عندنا سجلات دوله وتم اثبات عليك كل شيء. طيب طيب، الحكم بعد المداوله بعد 5 دقائق. رفعت الجلسه. أنا أشوف أنه ممكن نطلع منه شغلة تفيدنا حتى نلزم البقية. هو بينفي كل اللي عنده. طيب أنت بعد القرار يمك واللي تحكم به إحنا راضين عليه. ما عندك أي أمل يعني ساعدنا؟ أنا؟ إيه؟ بإيش أساعدكم؟ كيفك أنت حكم الإعدام جاي تريد تساعدنا لو لا؟ بدك أساعدك، أنا حكيت لك اللي عندي وبدي منك ممر آمن وسيارة. ماكو إثباتات، أنت ممكن تهرب. طيب يا مجرم، نستاني في الجلسة، بعطيك آخر فرصة. كافو يا شيخ، كافو. شو صار؟ شو صار؟ هاربوا بهربوا بهربوا بهربوا. مركز العملية. بيتم تهريب. بيتم تهريب. ارجع ارجع يا قائد. ارجع 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 ارجع، لا يهرب المجرم، ارجع. مسكت المجرم، مسكته. جيبه يا سيادة القائد، جيبه. هذا مهم يا سيادة القائد، انا ادري بيه، عنده هواي جماعة. طيب طيب، يعني الحين جايين انت الحكم وانا بعطيك الفرصة، قلنا هجوم. طيب، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم بالاعدام راميا بالرصاص حتى الموت. هيك احسن لك؟ اي احسن. ساعتها سيه؟ انا ما ابيع اخوياني، انا ما ابيعهم. ما تبيعهم، ما احنا راح نوصل لهم واحد واحد على فكرة. ما راح توصل لاحد وانا موجود. الحيطه يا جماعه، انت بقلب صف واحد. تسمح لي اطلب طلب؟ تفضل. تسمح لي انفذ اني حكم الاعدام؟ عندك ليك عندك ليك يعني عادي كويس مكان ليك ما طلبت. شكرا شكرا يا حضره الرئيس. جاهز لتنفيذ الحكم؟ جاهز يا سياده القائد. نفذ. العموم صوب صوب، اطلق. سيادة الرئيس، سيادة الرئيس، صراحة ما أدري شنو راح يصير بينا. هل العصابة راح تعوفني؟ هل راح ينتقمون على اللي سويته؟ كل هذا راح نشوفه بالحلقة الجاية.